إذا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي من طهران تطابق وجهات نظر بلاده مع إيران حول دعم عقد مؤتمر جنيف بشأن سوريا، مشددا على رفض التطرف والإرهاب هناك. وسيبحث المالكي مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية واتفاقات النفط والغاز والكهرباء واجتماعات للجان المشتركة بين البلدين. مرة أخرى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد حكومي رفيع في إطار التنسيق المستمر بين البلدين اللذين تربطهما علاقات يصفها المسؤولون في البلدين بالاستراتيجية والنموذجية. الزيارة وهي الأولى للرجل بعد تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني مقاليد السلطة التنفيذية ستتواصل على مدى يومين، ويلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي المسؤولين الإيرانيين للتباحث في ملفات تتجاوز العلاقات الثنائية على أهميتها لتشمل الأوضاع الإقليمية وملفات ذات بعد دولي. هدف الزيارة التشاور حول الملفات الإقليمية والدولية، ورئيس الوزراء المالكي يزور إيران لتهنئتها باتفاق جنيف مع الدول الست، ونحن نعتقد أن التعاون بين البلدين يشكل نموذجا يحتذى به. الزيارة ستشمل أيضا بحث عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. اتفاق جنيف بين إيران والدول الست ومفاعيله وتداعياته على توازنات المنطقة والأزمة السورية وسبل حلها سلميا تشكل أبرز المواضيع التي ستتناولها المفاوضات بين البلدين الساعيين لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات والاضطرابات والتدخل الأجنبي في شؤونها. نحن والجمهورية الإسلامية ودول الاعتدال في المنطقة والعالم الديمقراطي وكل من يشعر بخطورة التطرف والإرهاب نقف ضد القاعدة والنصرة في سوريا. نقولها بكل صراحة، ندعم جنيف، ندعم الحل السياسي، نرفض التدخل، ندعم إرادة الشعب السوري، نرفض القاعدة والنصرة أن يكونا بديلا في العملية السياسية في سوريا. هذا وتشمل الزيارة على الصعيد الثنائي اتفاقيات حول النفط والغاز وتصدير الكهرباء والتعاون العلمي، إضافة إلى اجتماعات للجان المشتركة بين البلدين. رغم أن ملف العلاقات الثنائية سيكون حاضرا على طاولة المفاوضات بين نور المالكي والمسؤولين الإيرانيين، إلا أن التحولات الدولية والإقليمية وبشكل خاص الاتفاق بين إيران والدول الست حول برنامجها النووي والتحضيرات لمؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية سيحتل الحيز الأكبر من أعمال الزيارة. محمد حسين الموسوي، طهران. وحول الحراك الدبلوماسي الذي تشهد إيران والمنطقة، معنا من بغداد دكتور حسن سبت الفتلاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد. دكتور الفتلاوي، مساء الخير. بداية، ما أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لطهران في هذه الفترة بالذات، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه كل من طهران وبغداد؟ بعد تطور المكانة الدولية لإيران، بعد اتفاق المنظومة الدولية مع إيران على حل مسألة أو الملف النووي الإيراني، وتطور مكانتها الدولية، وبالتالي محاولة لعب دور إيران وتطوير دورها السياسي داخل المنظومة الإقليمية متزامنا مع تطور موقف العراق الدولي ومشاركته في هذا الملف، خاصة باستضافة 5+1 في بغداد. أيضا أن هذه المكانة الدولية لإيران عادت من جديد كدولة إقليمية محورية في المنطقة بعد حصار دولي وضغط دولي من المنظومة الدولية بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تسعى جاهدة للعب هذا الدور، خاصة بعد هناك نوع من الانفراج في العلاقات الدولية الإيرانية الدولية. على الجانب الآخر، يسعى العراق جاهدا إلى العودة إلى لعب دور سياسي إقليمي محوري مع دول يسميها دول الاعتدال، وهذه الدول ممكن أن تلعب دور محوري في مجموعة من القضايا الداخلية يعني ثنائية والقضايا المحورية في المنطقة الإقليمية وعلى المستوى الدولي. قسم من الزيارة ناقشت مجموعة من القضايا الداخلية تتعلق بالجانبين العراقي والإيراني بشكل خاص، قضايا النفط والغاز، الكهرباء، قضايا الحدودية تتعلق بالبيئة والألغام ومخلفات الحرب العراقية الإيرانية. على الجانب الآخر، تناقش الزيارة ملفات محورية في المنطقة وتهم دولها بشكل خاص الملف السوري،
وإمكانية عقد هذا المؤتمر في جنيف أو في سويسرا في 22 كانون الثاني 2014. الحقيقة هذه تحول التطورات العراقية تجيء متزامنة مع تطورات أيضا خليجية، فهناك زيارة من وفد خليجي لإيران مثل وزير الخارجية الإماراتي، ومثل هذا التحرك بالتأكيد ليس بعيدا عن التطور الدبلوماسية العراقية وكانت لعبها دور محوري، خاصة أن الدبلوماسية العراقية تميزت بالاعتدال وابتعادها عن التشنجات الإقليمية ورفضها لاستخدام القوة في حل المنازعات. طيب هذا عن الحراك العربي في تجاه المنطقة. إيران دكتور الفتلاوي، ماذا عن النشاط الدبلوماسي الذي بدأته إيران خاصة مع دول الجوار؟ كيف تقرؤون هذا النشاط، وهل تتوقعون أن تنجح بالتالي إيران بكسر الجليد إذا جاز التعبير مع دول الخليج الفارسي لجهة إعادة تطبيع العلاقات بما يخدم أمن واستقرار المنطقة؟ بالتأكيد أن إيران بدأت تحركاتها حتى قبل الاتفاق بين القوى الدولية وإيران، وكانت هناك مجموعة تحركات لدول مختلفة من بينها الكويت والإمارات ودول أخرى، حتى كانت هناك فتحت خط حوار دبلوماسي وسياسي مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من المملكة العربية السعودية وقطر يدعمان الإرهاب بشكل واضح، ويبدو أن المؤثرات الدولية هي أكبر من مؤثرات إقليمية في طبيعة العلاقات في المنطقة، فأن الانفراج بالعلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الغربية وإيران ممكن أن ينعكس على طبيعة الدور الإيراني، وهذا الدور هو بالتأكيد يرتبط بطبيعة العلاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والدول الغربية بشكل عام. هذا الدور بالتأكيد يعني حتى هناك نوع من الرد الأفعال السلبية من قبل بعض الدول في الخليج بخاصة السعودية، لكن هذا الدور لا يشكل بادرة ممكن أن تلغي الدور الإيراني، باعتبار أن هذه الدول هي صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية وتسير في ركابها، وبالتالي لا مجال للخروج عن الخط الأمريكي بشيء من قليل أو كثير. طب دكتور الفتلاوي، يعني هل يمكن أن يساهم الحراك الدبلوماسي الإيراني مع دول الجوار والعكس صحيح في التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الساخنة في المنطقة وتحديدا الأزمة السورية؟ لا أتوقع أن تقوم إيران ولو الخط. تفضل دكتور أسمعك. حقيقة أتوقع في المستقبل القريب بعد استيعاب الدول الخليجية بشكل خاص للتحولات في المنظومة الدولية والعلاقات بين المجتمع الدولي وإيران أن تنعكس هذه العلاقة على العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية، يعني كمجموعة خليجية وإيران من جهة، وبين الخليج والعراق وكل من العراق وإيران. حقيقة هذه تحولات ممكن أن تفرز نتائج إيجابية وسريعة، خاصة أنه على المستوى على المدى البعيد ممكن أن يحدث تحولات واضحة في المنظومة الدولية بشكل خاص تطور موقف العراق النفطي وزيادة إنتاجه، عودة الإنتاج النفطي إلى سابق عهده، وأيضا هناك بحوث استراتيجية بشرت بإمكانية الحصول على النفط من بعض الصخور في الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة أن ما ممكن أن يحصل هو ضرورة لازمة، لأنه لا يمكن للمنطقة أن تستمر بتشنجات سياسية، وأن الدبلوماسية ممكن أن تعمل عملها وتكون فاعلا وتعطي دور سياسي لهذه الدول في حل الأزمات، خاصة لا توجد أزمات حقيقية في المنطقة، وإنهم قضايا مفتعلة تتعلق بالصراع بين إسرائيل والمنطقة العربية، ويعني مجموعة من الملفات اللي ممكن تشكل عبء على المنطقة بشكل خاص، الملف الطائفي اللي ممكن يضر كل دول المنطقة بما فيها السعودية والإمارات وقطر وإلى آخره من هذه الدول.